اسمها رشاد. عندك كم سنة يا أستاذ؟ 26. ايه اللي حصل؟ حضرتك احنا واقفين من ورا الكشافات بتاعتنا والبابور جه بسرعة هايلة. أنا أول مرة أشوف بابور ماشي كده بالسرعة دي وخبط فينا. ما عندكش اي تنبيه؟ لا اللي هو جنبنا خالص. خبط فيك ووقف ولا خبط لا ومشي؟ جينا على طول. بعد كده المركب اتقلب علينا والناس بدأت ايه اللي هي تفركش بقى في المية. اللي مات مات واللي عاش فضل عايم لحد ما ربنا بعت لنا مركب أنقذنا. بس أكتر الناس ماتت. الكلام ده حصل تقريبا الساعة كام؟ تقريبا كانت حوالي الساعة 12. وفضلتوا في المية كام ساعة؟ حوالي 4 ساعات. مركب عدت عليك عشان تنقذك، كانت الساعة كام تقريبا؟ حوالي الساعة 3. 3 3 كان ليك حد في المركب قريبك أو كده؟ اه مين؟ مش قريب يعني، يعتبر مسايب أصدقائك يعني؟ وأصدقاء مع كلنا يعني، حتى كلنا من منطقة واحدة.